نقصون كسلطانيا ورداتشو تاريك هاي فيديو نتملك كتا تاريك بكفلاند إزن لاتشو مقرباتش نتاوصال زاري دمو إنهو كفلو لتن إزن لاتشو كربانال عبراتشون كويو نقصون كسلطانيا ورداتشو تاريك هاي فيلم كتكي تريك وشكوي تاوالا نقصو لاند سنسراتي ملبسوتن مولو سوف لبس لبسو كرافات هدركو كابار الربو سأقراتشو بدن بتبترو كابولو نقصو هاي كرماتشو غار بزكتان نابدن كاكي درجو نيركتو قدو بيرواتشو مدو بفيتاتشو لي من المين تفقق تاي تايب بكتتا فيتاتشو من ملكت أسفرين برا غران ناكين جب جب يميل يمكوان تساراوي تيلا عنداش كرب جان برا والا والا ميكتلاچو تاتقو تادروج فنتر فنتر بلو زوريون يقانيو بتتككو موال نغوسو عالماچو مچلمواني تگنزو يمسلالو كلم نگر قفواچوال گراقن كتملكتو والا بقدتا ودي بيروچو گبو راس مرو ارچنا يتچاچاناچو بيونم كمكمچاچو بدك بلو قومو كفلو صت بلوال يدرگا بالاتو بولت ردف قوموال نغوسو كاباچون وده گرا تکشاچو اطف ادركو ونبراچو لي تکمتو فيت لفيتاچونا گرانا قن طمنجا تاتقو يتگتروتن يدرگا بالاتننا گازيتنيوچن تکبلو تملكتواچو يدرگا بالاتوم ييفرون بيون ملسو تملكتواچو منم يقالو ووت لمادرك حلتموكرم راسمرو بدمياچو مكفات يتنسا قومو مكويت سلالچالو قچالو يدرگا بالاتون مرتو يهدو شالك عدا بلاد انسا كسل فوت عبلو بنغوصو فيت لفيت بمكوم انديانا بيت ستون ورقات كاكيسو هوتا ورقاتون زرقاكنا فيتون يهد عرارقه دمزون استقاكلو مان ببجمرا كان عبلو ينغوصون فيت من ملكات سلال فلقاي مسلال عينون كورقاتو ساينكل نبابون يالمنم چكرام بولو بولو نغوصو يمين نببوني زت بدن بير ردو عير ردو لما قمت عسجكاري نبارا عينا چون بميانا بوصو لاي تاكلو بحساب ودليل عالمي هدو يمسلالو لك ماش متعلم اسفرار تو عدفافرو اكبرو عوار دو استبابرو عالي تو استس تو اسك ايمو عواق تو استاركو استمرو عدنق ورو عدنو قدلو عبل سقو عدهي تو عبل تو اسربو عالم لمو عدرقو شومو شيرو مهرت عدرگو قدتو يغزو بتي سلطان زمن اندا كتمه قلصونا اللاچو مان نتاچو ما يتاوق وتادروج كايتن تسباسبو بيوت يالو كسلطان لياورداچو فيتاچو مقرباچو نامنو لمقبل سايساناچو ميقراي مسلم بتقلو اغزابي فرجانو اندميلو گمت موسد يچالن شالق ادبلا نبابون كچرسا بوحالا گرماي هوي لدهننتو سيبال وده تزقاچ اللو بوتان نيد بلو تياكي اقرب اللاچو نغوسو طولو مل سرسطوم بحساب توتو لتوسنو ده اقاوش زم مالو گرمايو هوي نيد انجي على شالك ادبلا لو لتن ياكسي نغوسو قنا بلو تملكتوت وده قرازور بلو راس مرون آيات تادرقونا وده تندر نهر نوم تفلقوت بلو تياكي اقربو لدهن النتو يميس ماما بوتا تزقاش توال على دبلا بدقامي نغوصو عالتنك ساقسو عينات شون عند نگر لاي تاكلو يملك تالو يدر قابالاتو عينات شون وده راس مرو ورور عدرقو اباكو نيردون يمي الملك تسدواتشو راس مرو صفوان بمدقف كمك مجاتشو بدق ولو جانو هوي لجو جوكو يميلوت لرسو مجو نبوتا عزقاش تنلو تالنو لدهن النتو مونا لدهن النتو تسما مليون سلامي چل وده عزقاش تبوتا ميهد يتشاري مسلينيان سلازي قرماوي نتو وده تبارو وطاي بيهدو بلو قوان بسالو كزيام كويتنو من نيدو قالو نانو بسو راس مرون تايقواتشو زيوها كبابينو بلو عاندي در قابال تناكر ترو اندفلقاتشو بچا ياغريتو نگر هسو بات بلو نبسو كمك كمجاتشو تنسو اكمان سواتشوال قد قد اندامالت بلو ترن بيزاون بمدقف قومو يدر قابالات مالفيون بوطالك قولاتشو بترقاق قاونيتا
መቆማቸውን ካረጋገጡ በኋላ ንጉሱ በዝግታ ከቢሮአቸው ወጡ። እንደተለመደው መኝታ ቤታቸው ወደሚገኝበት ፎቅ ለመውጣት ወደ ደረጃው ፊታቸውን ሲያዘሩ ፊትፊት የሄደ ነበር የደርጋባል ካስቆማቸው በኋላ እጁን በመዘርጋት ወደ ዋናው በር አመለከታቸው። ንጉሱ በመደነቅ ቀና ብለው ከተመለከቱት በኋላ ወደ በሩ አመሩ። ከቤተ መንግስቱ ወጥተው በረንዳው ላይ ቆሙ። ለመጨረሻ ጊዜ የቤተ መንግስቱን ግቢ ቃኙ። ዛፎቹን፣ የተለያየ ቀለም ያላቸውን አበቦች፣ የተከረከሙትን አትክልቶች፣ የተስተካከለውንና ያማረውን የሳር ሜዳ፣ ብዙ ነገር ያሳለፉባቸውን ህንፃዎች፣ ሁሉንም ነገር ተመለከቱ። የተለያየ ሐሳብ፣ የተለያየ ስሜት የተለዋወጠባቸው ይመስላል። ንጉሱ በረንዳው ላይ ቆሞ በሐሳብ እየዋለሉ እንዳሉ አንዲት ትንሽ አዲስ ውሃ ሰማያዊ ቮልስዋገን መኪና እየተሽከረከረች መጣ። በረንዳው ስር ቀጥ ብላ ቆመች። በሯ ተከፈተ። ንጉሱ መኪና ውስጥ እንዲገቡ ተጠየቁ። ግራ ተጋብተው መኪናዋን አተኩረው ተመለከቷት። የልጆች መጫወቻ አሻንጉሊት መኪና መስላ የታያቸው ይመስላል። ምናልባትም ከረጅም ጊዜ በኋላ በዚያች አይነት መኪና ሊጓዙባት በመሆኑ ተደንቀዋል። መኪናዋ የንጉሱ ሹፌር የነበሩት የጄኔራል ሉሉ እንግራዳ ንብረት ነበረች። ጃንሆይ ከስልጣን ወርደው ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ በሚሄዱበት ጊዜ የቤተ መንግስቱን ዙሪያ ከቦ ንጉሱ ይሰቀሉ፣ ንጉሱ ይሰቀሉ፣ ንጉሱ ይገደሉ እያለ በመጮህ ላይ የነበረው የአዲስ አበባ ህዝብ ንጉሱ በትልቅ መኪና ተሳፍረው ከቤተ መንግስቱ ቢወጡ በቀላሉ በመለየት በመኪናውም ላይ ሆነ በንጉሱ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ስለሚችሉ አነስተኛ መኪና አዘጋጁ ተብሎ ለቤተ መንግስቱ ጋራዥ ኃላፊ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በወቅቱ በቤተ መንግስት ግቢ የተገኘችውን ቮልስዋገን መኪና ቀረቡ እንጂ ደርግ በቅድሚያ ያስቦበት ትንሽ ቮልስዋገን መኪና እንዲቀርብ አላዘዘም። መኪናዋን ሲያሽከረክር የነበረው ሻለቃ ዳንኤል አስፋው ነበረ። ግርማዊነቱ መኪና ውስጥ ይግቡ ብሎ አንድ የደርግ አባል በእጁ አመለከታቸው። ንጉሱ ምንም ምርጫ እንደሌላቸው ስለተገነዘቡ ደረጃውን ቀስ ብለው በመውረድ መኪና ውስጥ ገቡ። እንደገቡም አንድ አሽከራቸው አራት ትናንሽ የቤት ውስጥ ውሻዎችን ታቅፎ በመምጣት የንጉሱ ውሾች ናቸው አብረው ይሂዱ ብሎ መኪና ውስጥ ሊከታቸው ሲሞክር አንድ የደርግ አባል ይህ ሁሉ ውሻ አያስፈልግም ይዘህ ሂድ ብሎ ተቆጣው። ሰውየው ግን ተለማመጠ። እባካችሁ ንጉሱ ውሾቹን ይወዷቸዋል አብረው ይሂዱ እያለ ልመናውን ስላጠናከረ ከአራቱ አንዷን ውሻ ብቻ ለንጉሱ እንዲሰጥ ተፈቀደለት። ንጉሱ ውሻዋን ሲቀበሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ አሉ። ቋሚ ተጠሪ በመባል የሚታወቁት መትረየስ የተጠመደባቸው ችቦች ተከትለዋት ንጉሱን የያዘችውን መኪና ከቤተ መንግስት እግሬ አውጪኝ ብላ በረረች። አራተኛ ክፍለ ጦርም ገባች። ከዚያም ንጉሱ ከሰፊ ቤተ መንግስታቸው ጋር ሲያነጻጽሯት ጎጆ መስላ ብትታያቸውም ከሙሉ የቤት ዕቃ ጋር ሶስት መኝታ ክፍሎች ባሏት መለስተኛ ቪላ ውስጥ እንዲያርፉ ተደረገ። ከቤተ መንግስቱ ዙሪያ ንጉሱን እያወገዘ ፎቶግራፋቸውንም እያቃጠለ የሚጮኸው ህዝብ ንጉሱን የያዘችው ቮልስዋገን በመሃል ስታልፍ ምንም ግምት አልሰጣትም። መኪናዋን የተከተሉ አጃቢ ወታደር መኪናዎች ሲያልፉ ብቻ ንጉሱ መወሰዳቸውን ህዝቡ ስለገመተ ሌባ ሌባ እያለ በመጮህ ንጉሱን መሳደቡን ቀጠለ። እለቱንም ንጉሱ ከስልጣን መውረዳቸው በሬዲዮ ተነገረ። ደርግ ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ማቋቋሙን የሚያበስረው አዋጁም ታወጀ። ህዝቡ ይህን አዋጅ እንደሰማ በከፍተኛ የደስታ ስሜት በመነሳሳት ወደ አደባባይ ወጣ። ግብታዊ በሆነ ስሜት ተነቅሎ የወጣው ህዝብ ከቤተ መንግስት እስከ አራተኛ ክፍለ ጦር ድረስ ያለውን መንገድና አደባባይ አጨናነቀ። በቤተ መንግስት ዙሪያ ለጥበቃ በቆሙት ታንኮች ዙሪያ በመሰባሰብ እየጨፈረና በታንኮቹ አፈሙዝ ላይ አበባ እያስቀመጠ ለወታደሮቹም አበባ እየሰጠና አቅፎ እየሳመ ወታደሩ ክፍል የወሰደውን እርምጃ መደገፉን ገለጠ። ህዝቡ ቀኑን ሙሉ ሲጨፍርና ሲደሰት ዋለ። በንጉሱ ከስልጣን መውረድ ቅሬታ የተሰማቸው ወገኖች ቢኖሩም ከዘጠና በመቶ በላይ የሚገመተው የኢትዮጵያ ህዝብ የተወሰደውን እርምጃ እንደደገፈ በሆታ አሳወቀ። ንጉሱ ከስልጣን እንደወረዱ ያለመረጋጋት ሊከሰት ይችል ይሆናል በሚል ግምት የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሰዓት እላፊ አዋጅ ደርግ አውጆ ነበር። ነገር ግን እንኳን ያለመረጋጋት ሊፈጠር ለንጉሱ ተቆርቁሮ የሚናገር አንድም ሰው በዕለቱ ስላልነበረ የሰዓት እላፊ አዋጅ ቀስ በቀስ እየተሻሻለ መጥቶ ከምሽቱ 6 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት እንዲሆን ተደረገ።
نجوسون كسلطانيا ورداچو تاريخي فيلم كتايه بوالا بزي ملكو نجوسو سلطاناچون لككو يهنن تاريخ ميياگنينو كفكرة سلاسي وقدرس إنيان نابيوتو مزعف لينو يهم يتوبيا تاريخنو